هذا اللسان ديالنا الا صلحناه وعرفنا بانه نتكلموا في الناس حرام، حرام علينا نكذبوا على الناس حرام. يعني الناس شكون مسلمين ولا يهود ولا نصارى ولا كما كان، ما نكذبوش ما نتكلموش فيهم بلا 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 شرط، الشروط اللي قالها لنا سي محمد العبادي. الا صلحنا اللسان ديالنا راه خرجنا من ثلث من النفاق، ما كناش منافقين، بقينا جوج الحاجات. شنو هو كيقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب كيكذب، وإذا وعد أخلف. شنو هو وعد؟ هذا نوع من الكذب. شنو هو وعد أخلف؟ كيقول لك واحد القضية غدا نجيبها لك صافي غير كون هاني، ولا عطيتيني هذا ولا قلتي لي نتلاقاو في الساعة الفلانية غير كون هاني، أو لا شي موعد دار موعد كيخلف ما كيجيش ياك. وإذا أتمنى خان عطسي واحد لما نقول له هذه خبيها ليا حتى تعطيها لفلان، ديها لفلان شحال فيها ما تخبيها شي ما تل، وهو مشى حلها ولقى فيها مليون وقال لي نجبد شوية نز واحد مئة ألف ولا يكون وصل غير أو ولا كيسرق، ولكن الأمانة ما كيناش. من اللي قلت له ما يحلهاش ما يحلهاش، هذا هو الأمانة. الله سبحانه وتعالى لما صفت الأنبياء والرسل قال لهم بلغوا وصلوا للناس الدين كيجيو بأمانة، هم مأمون ويجب في حقهم الأمانة. يعني من مستحيل أن رسول ولا نبي يكذب وما يبلغش الأمانة. فإذا نحن خصنا هذا اللسان اللي غيرنا نصونه من الكذب، نصونه من الخلف الموعد، نقول له غادي نديرو ما نديرشي، يعطيه الأمانة نقول له غير كون هاني وأنا نمشي نسرقها، غادي نكونوا منافقين 100%. ولا هاد الشيء هذا ما فيناش نوليو مسلمين. Notre langue, si nous respectons ce que Dieu nous a recommandé, ne disons pas de mal, à ce moment-là, donc nous aurons épargné, nous serons épargnés d'être, d'avoir un signe, un des signes de l'hypocrisie, le signe concernant la langue. Deuxièmement, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la suite donc parmi les signes de l'hypocrisie, celui qui n'honore pas ses engagements, c'est-à-dire il promet mais n'honore pas sa promesse, ne tient pas sa promesse. Et troisièmement, il trahit, c'est-à-dire il trompe les gens. Lorsqu'on laisse un dépôt, une amana, un dépôt, ben, il ne l'honore pas, il trahit, il trompe la personne. C'est pour ça que Dieu, subhanahu wa ta'ala, Dieu qui soit exalté, magnifié, parmi les conditions, les critères qui, donc concernant les prophètes et les messagers, les envoyés de Dieu, c'est d'être doté de l'honnêteté, d'avoir cette amana pour pouvoir transmettre ce que Dieu leur a révélé.